الخطيب في لقاء مع بين سبورتس على زملائه والطاقم الفني، وقال إن نفسه أي شيء لكي يحصل على لقب كأس آسيا المقبلة. بالنسبة لخروج المنتخب السوري من التصفيات، يعني كان خيبة أمل كبيرة جدا على الصعيد الشخصي وعلى الصعيد الجماعي مع لاعبين المنتخب. لكن الشيء اللي صار بالفترة الأخيرة، رغم هناك تكوينة لاعبين رائعة جدا بوجهة نظري من أفضل 3 إلى 4 منتخبات بآسيا، المنتخب السوري كان يستحق الوصول إلى أبعد من الملحق. اليوم أنت لما تفكر أنك بدك توصل لكأس آسيا، في طموحك البطولة أو على الأقل أنك تكون منتخب في آسيا. رأيي الشخصي المنتخب السوري لا ينقصه شيء حتى يكون بطل كأس آسيا في 2019. اعتلى فاردار المقدوني حامل لقب صدارة المجموعة الأولى في دوري أبطال أوروبا لكرة اليد.